تقديميه للاهلي في دبي، كانت حريصه النهارده الولاد بتوعها انه يزوروا تدريبات الاهلي ويحضروا تدريب الفريق زي ما هو متشاف. ايوه طبعا، لا هي فرصه طبعا. احمد صديق هو اللي ماسك الفرع بتاع دبي، وعامل شغله كويس الحقيقه. والله ده اقل يعني شيء نقدمه لجالياتنا ومشجعينا خارج الحدود، ان احنا نتواصل معاهم من خلال الاكاديميات ثم الزيارات المتكرره، ويا رب بيبقى في فسحه لاقامه بعض المباريات الوديه اللي برضو الجمهور الاهلي متعطش. استاذ ابراهيم ما كنا بنروح السعوديه، كنت بتشوف الدنيا. صحيح. والامارات والمغرب والكويت وكل حته رحناها الدنيا كانت بتبقى عامله ازاي. دي حفاوة دايما بالأهلي، وهي دي مكانة الأهلي.